المكونات نتاع الدم نتاعك. قلنا البلازما قداش تمثل في الدم؟ 55%. هي السائل إلى إلى ينقل الكريات البيضاء وصفائح الدم البيضاء. يعطيكم الصحة. نلقاو شنو الكريات البيضاء والصفائح الدموية أقل من 1%. وبعدين شكون نلقاو الكريات الحمراء؟ يعطيك الصحة. شنو هو الدور نتاع كل مكون من المكونات نتاع الدم نتاعنا؟ نبداو الكريات البيضاء والصفائح الدموية، شنو الدور نتاعها صدق؟ الكريات الحمراء شو دورها؟ مريم شو دور الكريات الحمراء؟ الكريات الحمراء تقتل الأكسجين في أنحاء الجسم، وعندما تفرغه تملأ في مكانه ثاني أكسيد الكربون لترجعه إلى الرئتين حتى تخرجه في عملية الزفاف. يعطيك الصحة. شكون مازال توا من المكونات نتاع الدم نتاعنا؟ البلازما. شو دور البلازما ماريا؟ نقل الصفائح والكريات البيضاء والكريات الدموية الحمراء هي تساعد الكريات البيضاء والصفائح الدموية والكريات الحمراء في التنقل في جميع مكونات جسم الإنسان. أنا نوع أوعية دموية ماريا. راح سمي لي مثال شو عندنا؟ الشرايين. اها. شو عندنا اخر امين؟ الاوردة. عندنا الاوردة والشرايين، شو عندنا اخر؟ والقلب. والاوردة الشعيرات الدموية. الشعيرات الدموية بالصح. هاي هذه الدورة الدموية نتاعنا يا من الرئتين إلى القلب، الدورة الدموية شو تسمى؟ دورة الدموية صورة. ومن القلب إلى جميع أنحاء جسم الإنسان. يعطيكم الصحة. دورة دموية أنتم براء. سحر العلوم مع ساحة قصر العلوم بالمونستير ورشة فاتحة تتحسن من سنة إلى أخرى. لو كان تعطينا كلمة أول حاجة على السنين شو البرنامج اللي حضرته للبيتات وفماش علاقة ما بين القراية نتاعكم والورشة اللي تحضرها مع البرنامج مع البرنامج المدرسي. شكرا. يعطيك الصحة. دونك بالنسبة لورشة سحر العلوم هي ورشة كما الاسم نتاعها معناها سحر العلوم، هي خاصة شوية معناتها الهدف منها الورشة هذه بالذات انه نخليهم الصغيرات ولا حتى الكبار، خاطر هي ورشة انت وديبو معناتها نخليهم يحبوا أكثر العلوم، يرتبطوا أكثر بالعلوم. طريقة كيفاش معناها نخليهم يرتبطوا أكثر بالعلوم؟ كما أنت تفضلت وقلت دونك هي مربوطة بالبروجرام نتاع القراية نتاعك. احنا نعرفوا أن في المدرسة ديما أكثر الأوقات وإلا في الكوليج ولا في الليسي معناتها ديما البروجرام يقراو تيوريكمون. أما التطبيق ناقص شوي. دونك هنا بالنسبة للورشة نتاعنا نحاولوا اللي الموجود في البروجرام نتاعهم في البرنامج نتاعهم المدرسي دونك اللي هما يقراوه معناتها تيورية كهو نحاولوا احنا نطبقوه لهنا ونعملوها افيك انيماسيون بالتنشيط وكل شيء باش المعلومة دونك تركز أكثر في الذهن نتاعهم وباش الناس يشدوها أكثر. كما مثلا بالنسبة للحصة نتاع اليوم بارزون دونك قاعدين نحكيو على مكونات الدم، الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى، دونك نستعملوا الماكيت باش ينجموا معناتها يشدوا المعلومة أكثر ويركزوا في المعلومة أكثر. كيف كيف زادا الصغيرات في الورشة نتاعنا ديما يروحوا افيك دي بوليتور دونك عنهم باش ينجموا يتذكروا بهم ديما المعلومات نتاعنا وديما باش يعاودوا ديما يتذكروا كل الورشة اللي كانت كذا كذا. زادا كيف كيف مثلا توا هذه عندنا ماكيت باغ اكزومبل، هذه ماكيت مثلا زادا تحكي على العين وعلى القصار النظر وطول النظر اللي هو موجود في البرنامج المدرسي نتاعهم، هما يحكيوا عليه دونك في المدرسه نحاول هناك باش يشوفوه بالتطبيق باش يشوفوا شو معناها قصار النظر وطول النظر باش المعلومه تترسخ اكثر دونك في الذهن نتاعهم. كيف كيف صغيرات في الورشه هذه يحاولوا هما يصنعوا الحاجات يحاولوا باش هذيك كيف ديما هذاك البيت نتاعنا كيما قلت باش المعلومه تترسخ في الذهن نتاعهم. مثلا هاك قاعده تشوف هذيك بارزون هذيك جهاز التنفسي مثلا صنعوه الصغيرات. زعما كيف قد منا روحك كيف انا خصك تقرا وتقول لنا عجبتك الورشه ولا شو استفدت منها؟ اوكي، اسمي مريم بن عبد القادر
نقرا في السنه الثانيه في ابتدائي. الورشة تعجبني برشا على خاطر هوني اوقات ممتعة برشا مع اصحابي وما نسمع حاجات ومعناها نزيدو نستفادو اكثر برشا معلومات. انا اسمي سيدة سيدية نقرا في السنة الخامسة باش نتعرف السنة السادسة ابتدائي. انت مش اول مرة تحضر في الورشة هذيا؟ ثاني مرة حضرت عمري تعجبني الورشة هذي وانا لازم مغرومة برشا بالعلوم واللي ميزنا عليها عبرت اللي فيها برشا صناعات يدوية وانا مغرومة بصناعات يدوية برشا وديما انا نحب نسمع عجيب. وفاش تنجم تفيدك في الدراسة؟ شنو تنجم تفيدك برشا كيما هيك؟ حتى كي ننسى حاجة تفكرني بيها ولا تفكر حاجة غلط تفكرني بيها بالصحيح. نشكر زيادة ستي نجاح نتعلم فينا من الدنيا نجيب لنا في الأفكار.